بالنسبة للجمع والمفرد يطول الشرح، لكن بدي أعطيك أبرز الأمور اللي هي مفرد لأنها uncountable غير معدودة، لكن كاين أنت تفكرها جمع. music موسيقى مفرد، art فن مفرد، love الحب مفرد، happiness السعادة مفرد، advice نصيحة مفرد، information جد بالله معلومات تعتبر مفرد، نعم. news كمان news مفرد، نعم. طب يا أستاذ أنس مش بتنتهي بأس، مش البنتهي بأس جمع، بقول لك يلا شلنا لك الأس، شو صار عندي new كلمة جديدة إذا مفرد. furniture الأثاث مفرد، luggage الأمتعة وأحزمة السفر مفرد، رايس رز مفرد، شوغر سكر زيك مفرد، باتر زبدة مفرد، وار الماء مفرد، إلكتريسيتي كهرباء مفرد، غاز مفرد، باور مفرد، ماني مفرد، كورنسي العملة أيضا مفرد، واللايك مفرد.